السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي مع مادة التربية الدينية الإسلامية في الفصل الدراسي الثاني. معنا النهاردة المحور الثالث، كيف يعمل العالم؟ الدرس الأول، الله السلام، قسم العقيدة. السلام. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ومعنى اسم الله السلام أنه سبحانه سلم من كل نقص وعيب. يبقى النهاردة سنة تالتة، هن إن شاء الله هناخد درس جديد من دروس الصف الثالث، وهو اسم الله السلام. طبعا احنا عارفين إن أسماء الله الحسنى كثيرة، وهي 99 اسما. من أسماء الله الحسنى السلام، ومعنى اسم الله السلام أنه سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وعيب، يعني الله سبحانه وتعالى ليس به نقص. وقد خلق الله تعالى الكون، وعلمنا من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية كيف نعيش في سلام مع كل من حولنا. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون بما فيه، وعلمنا من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، من خلال الحديث النبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف نعيش في سلام مع كل من حولنا. ودلوقتي جمعنا مع سؤال المتفوقين. السؤال الأول، أكمل. السلام اسم نقط. تعالوا نقول مرة أخرى السؤال، السلام اسم نقط. فكر يا صديقي كويس في الإجابة، وما تنساش اكتبها لي في التعليقات. فكيف يدعو المسلم الله سبحانه وتعالى باسمه السلام؟ تعالوا نتعرف مع بعض إزاي إن أنا أدعو الله سبحانه وتعالى باسمه السلام. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو بعد كل صلاة باسم الله السلام، فكان صلى الله عليه وسلم يقول عقب الانتهاء من الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يبقى هنا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو بعد كل صلاة باسم الله السلام. طيب ايه هو الدعاء اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعوه لله سبحانه وتعالى باسمه السلام؟ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. يبقى احنا بعد كل صلاه نقول الدعاء، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تدعو إلى نشر السلام بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى هنا ده القرآن الكريم في الكثير من الآيات القرآنية التي تدعو إلى نشر السلام بين الناس. دي الآية القرآنية من سورة فصلت، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى بيدعونا إلى نشر السلام بين الناس، وألا يوجد بيننا وبين أحد عداوة. وفي هذا حث على البعد عن الإساءة والبدء بالإحسان والعفو عمن أساء إلينا، فيعم الحب والمودة بين الناس. يبقى يا أصدقائي، لو في بيننا وبين حد بعض من المشكلات أو بعض من الإساءة، فأنا ممكن أن أنا أبدأ بالإحسان. لو أنا زعلان مع حد من أصدقائي، ممكن أن أنا أروح أبدأ بمسامحته وبمصافحته والعفو عنه إذا أساء إلينا، فهذا يؤدي إلى الحب والمودة ونشرها بين الناس. وجمعتنا دلوقتي مع سؤال المتفوقين. السؤال الثاني، أكمل. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم نقول عقب الانتهاء من الصلاة،
نقط. تعالوا نقول السؤال مرة أخرى. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول عقب الانتهاء من الصلاة نقط. فكر يا صديقي في الإجابة وما تنساش اكتبها لي في التعليقات. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأفعال التي تساعدنا على العيش بسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كما علمنا القرآن الكريم وحثنا على السلام، علمنا هو أيضا بعض الأفعال التي تساعدنا على العيش بسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يعني المسلم هو اللي ما بيطولش على الناس ولا بيسب الناس ولا يشتم الناس، وهو من يبعد لسانه ويده أيضا لا تتطاول على أحد، وده طبعا من سنن النسائي. أي أن من حسن الخلق ألا يؤذي المسلم الناس بلسانه أو بيده، فتعم المودة بين الناس. علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نحيي الآخرين بالدعاء لهم بالسلام عند دخولنا أي مكان، فنقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأوصانا بإفشاء السلام بيننا. يبقى هنا كمان الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا أن ندعو باسم الله السلام، دعانا كمان إن إحنا نحيي الآخرين. طيب نحيي الآخرين إزاي؟ هنقول دعاء السلام لهم، وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده طبعا اللي إحنا بنقوله لما بنشوف حد أو ندخل عند حد أو إحنا ماشيين أو بنشوف حد من أصدقائنا، فبنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبعا المسلم الآخر بيرد علي بنفس الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وده طبعا واضح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. يعني أقول لكم على شيء لو أنتوا عملتوه على طول هيبقى فيه حب ومودة بينكم، أفشوا السلام بينكم، يعني سلموا على بعض وقولوا دعاء السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده طبعا أخرجه مسلم. فتحية الإسلام هي تحية طيبة ودعوة من كل منا للآخر بأن يسلمه الله تعالى من كل سوء، فتزداد روابط المحبة والمودة بين الناس. يبقى تحية الإسلام دي يا أولاد هي تحية طيبة ودعوة كل واحد منا بيدعوها للآخر، ليه؟ علشان يسلمه الله سبحانه وتعالى من كل سوء. فعندما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وترد لنا نفس الدعوة، تزداد روابط المحبة والمودة بين الناس. ودلوقتي جمعنا مع التدريب صل بالمناسب. معانا العمود الأول رقم 1 السلام اسم، رقم 2 عند البدء بالإحسان والعفو عمن أساء إلينا، رقم 3 علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفعال التي، رقم 4 أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم ب، رقم 5 كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بعد كل صلاة، والعمود الثاني معانا إفشاء السلام باسم الله السلام من أسماء الله الحسنى، يعم الحب والمودة بين الناس، تساعد على العيش بسلام. يلا يا صديقتي، رقم 1 السلام اسم من أسماء الله الحسنى، عند البدء بالإحسان والعفو عمن أساء إلينا يعم الحب والمودة بين الناس. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأفعال التي تساعد على العيش بسلام، أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم ب إفشاء السلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بعد كل صلاة بسم الله السلام. ودلوقتي معنا التدريب أكمل بالمناسب مما يأتي. معنا الكلمات: لسانه، سلمة، السلام، يده، يسلمه، الدعاء. تعالوا نشوف رقم 1 معنا في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تدعو إلى السلام.
رقم 2 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رقم 3 عندما ندخل مكانا نحيي الآخرين بالدعاء. رقم 4 تحية الإسلام دعوة منا للآخر بأن إيه؟ بأن يسلمه الله تعالى. رقم 5 اسم الله السلام يعني أنه سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وعيب. ودلوقتي جمعنا مع سؤال المتفوقين. السؤال الثالث أكمل. حث الإسلام على البعد عن نقط والبدء بنقط. نقول تاني السؤال. حث الإسلام على البعد عن نقط والبدء بنقط. فكر يا صديقي كويس في الإجابة وما تنساش اكتبها لي في التعليقات. وفي نهاية درسنا النهاردة أتمنى أصدقائي إن احنا تكون اتعلمنا اسم من أسماء الله الحسنى اسم الله السلام، وتعلمنا دعوة اللي احنا بندعي بيها باسم الله السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.